المفضله. طبعا هنا نحن من ضمن مزايا البرنامج هذا عندنا لائحه المفضله او اداه موجوده من ضمن الادوات، اني انا نقدر نحط او نضع المواقع المفضله لدي ويتم زيارتها. مثلا زرتها انا مثلا من قبل وحبيت اني انا اكون ديما نطلع عليهم، نحطهم في قائمه اسمها قائمه المفضله، حنتعرفوا عليها. من اهم مزايا الموجوده في المتصفحات الانترنت بصفه عامه، المتصفحات بصفه عامه موجوده فيه الاداه هذه او مستكشف الانترنت على وجه الخصوص، هو امكانيه حفظ عناوين المواقع التي نرغب في زيارتها باستمرار والتي نحتاج للرجوع اليها من حين الى اخر، فتم تسميه هذه الميزه باسم المفضله. يعني انا عندي قائمه نحط فيها المواقع اللي انا نحب نزورهن بشكل دائم، نضعهن وين؟ داخل المفضله. تمام. عند الاطلاع على بعض المعلومات المهمه في موقع معين يمكن ان تضيفها الى قائمه المفضله لديك، حتى يمكنك فيما بعد استدعائها مباشره دون الحاجه الى كتاب الموقع. يعني انا واثناء قاعد نتصفح انا في الانترنت جيت علي صفحه معينه فيها معلومه معينه، يعني انا مشيت من صفحه لصفحه 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 فلقيت المعلومه هذه انا. هنا انا نقدر ناخذ الصفحه هذه ونحطها من ضمن المفضله عندي، بحيث اني انا يسهل علي الدخول اليها مباشره، بدل ما نجي مره ثانيه بنشغل انا ونبي نوصل في هذه الصفحه او هذه المعلومه نقدر انا نحط الاسم فوق ونبحث ونخش من صفحه لصفحه. لا، انا ناخذ الصفحه هذه او المعلومه هذه دغري ونحطها وين؟ في قائمه المفضله لدي. تمام. نشوف هنا طبعا لاضافه الصفحه الى قائمه المفضله كيف ندير خاصه بك. واحد، طبعا كلمة المفضلة وين موجودة؟ في شريط الأدوات، في شريط القوائم اللي هي قائمة ملف تحرير كذا، من ضمنهم موجودة كلمة المفضلة. طبعا واحد انتقل إلى الصفحة التي تريد إضافتها، يعني أنا نكون مثلا ننتقل للصفحة، يعني أنا فتحت موقع معين عجبني الموقع هذا بناخذ الموقع هذا بنحطه من ضمن قائمة المفضلة. قال لي انتقل إلى الصفحة التي تريد إضافتها إلى قائمة المفضلة الخاصة بك، هذه رقم واحد. مشيت للصفحة اللي أنا بناخذها ونحطها في المفضلة. اثنين، من قائمة المفضلة اللي هو قائمة المفضلة هذا شريط القوائم، في مفضلة في قبلها في التحرير في ملف وعرض التحرير وكذا، عندي بعدين مفضلة أدوات تعليمات. نجي على قائمة المفضلة ننقر عليها حيفتح لي قائمة لشن فيها، هي إضافة إلى المفضلة وتنظيم المفضلة. عندنا الخيارين هنا، انقر على فوق إضافة إلى المفضلة، يعني ننقر على الخيار إضافة إلى المفضلة. ثلاثة، قم بكتابة اسم جديد للصفحة إذا رغبت بذلك ثم أنقر عليها أوكي. يعني في حالة مثلا أنا بالصفحة هذه بسميها باسم معين يخصني أنا، نقدر نسمي الصفحة هذه باسم معين كيف مثلا المجلس الانتقالي صفحة رئيسية، ونضغط على شنو؟ عليه أوكي. تمام. أعتقد أني نام مشيت. المفضلة لديك، أنقر على زر المفضلة سيظهر لك المواقع من ضمن المواقع المسجله، حيظهر لك الموقع من ضمن، يعني باش نتاكد اني انا الموقع اللي انا تو درت له اضافه الى المفضله موجود من ضمن القائمه عندي، باش نتاكد منها شنو ندير انا؟ للتاكد من ان الموقع قد اضيف الى قائمه المفضله لديك انقر على زر المفضله، زر موجود من ضمن الادوات. تو نحن وين الزر هذا؟ موجود من ضمن الادوات في شريط الادوات. سيظهر لك الموقع من ضمن المواقع المسجلة، معناه أني أنا أكدت أن الموقع اللي أنا ضفته للمفضلة موجود، تأكدت منه. كما يمكن أن نقرأ على الأداة اللي هي الأداة هذه كيف النجمة، النجمة الصفراء، لعرض المواقع المفضلة على يسار واجهة البرنامج. لاحظوا أن هنا هي عرض لي المواقع المفضلة. إلغاء من قائمة المفضلة، مثلا على سبيل المثال أنا عندي مواقع تم إضافتهن إلى المفضلة وبعدين حبيت نلغيهن من القائمة. تمام؟ كيف ندير الخطوات؟ يجب أن نتبع الخطوات التالية. واحد، نقوم بالنقر على زر المفضلة وين؟ ثم اختيار تنظيم المفضلة. وين موجود زر المفضلة؟ في شريط القوائم. نختار منه تنظيم المفضلة. لو تلاحظوا أن بكري يوم ضغطنا على زر المفضلة طلع لي فيه خيارين، تنظيم المفضلة والخيار شنو؟ إضافة إلى المفضلة.
نجي التنظيم المفضلة تطلع لي نافذة أو مربع الحوار هذا، شنو نختار مننا اثنين، نحدد الموقع المراد حذفه من قائمة. مثلا على سبيل المثال عندي أنا مثلا المجلس الانتقالي، المجلس الوطني الانتقالي، نحدد أنا ننقر عليه مثلا تحديد، نحدد الموقع المراد حذفه من قائمة من القائمة، ثم ننقر على حذف. وين حذف؟ موجودة من ضمن المربع أو المربع الحوار الموجود. يعني أنا نحدد أول حاجة الموقع المراد حذفه، بعدين نضغط عليه حذف. طبعا رقم ثلاثة، انقر على زر إغلاق لإغلاق شاشة التنظيم المفضلة، اللي هو الزر هذا الأحمر، نضغط عليه هنا حيغلق لي المفضلة. حفظ صفحة ويب، أنا خشيت على أكثر من موقع، في صفحة معينة حبيت إني أنا نحفظها الصفحة هذه ونخزنها على جهازي، حتى في حالة مثلا عدم وجود انترنت متصل بالجهاز نقدر نفتح الصفحة هذه أنا ونقرأها. كيف نقوم بالعملية هذه؟ طبعا يوفر مستكشف الانترنت إمكانية حفظ صفحة ويب معينة على جهاز الحاسوب لاستعمالها عندما يكون الجهاز غير متصل بشبكة الدولية للمعلومات. ولحفظ صفحة ويب على جهاز الحاسوب نتبع الخطوات التالية. فهمنا نحن شنو الفكرة؟ الفكرة أني أنا نبي نحفظ صفحة معينة على الجهاز متاعي، حتى وفي حالة أن الجهاز غير متصل بالإنترنت نقدر نجي نفتح الصفحة دي ونقرأ المعلومات اللي فيها. تمام، كيف ندير